أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 105. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي التاريخ اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة هتكون تحت عنوان مراجعة نهائية على التاريخ للصف الثالث الثانوي. هنبدأ نتعرف على الأساتذة الأفاضل اللي معنا في الاستوديو ونبدأ الحلقة مع بعض. هيكون معنا في الحلقة إن شاء الله مستر عبد الرحمن الشريف. مساء الخير يا فندم. مساء الفل، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله والله زي الفل. الله يكرمك. الحمد لله رب العالمين. وهيكون معنا أيضا في الحلقة مستر وائل توفيق. مساء الخير مستر وائل. مساء الخير يا مستر، أهلا. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. وهيكون معنا أيضا في الحلقة مستر يوسف المصري. مساء الخير مستر يوسف. مساء الخير يا فندم، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله في نعمة. الحمد لله. ويكون معنا ايضا في الحلقه مستر احمد السيد. مساء الخير يا مستر. اهلا بك يا مستر، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. واخيرا وليس اخيرا هيكون معنا في الحلقه الاستاذه بشرى عبد الغني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. ان شاء الله حلقه موفقه ونتمنى مشاهده طيبه لكل طلابنا اللي بيشاهدونا دلوقتي. ونبدا الحلقه بتاعتنا ونستاذن المخرج الجميل اللي يجيب لنا بيج نمبر 1 الصفحه رقم 1 ونبدا مع مستر عبد الرحمن الشريف. اتفضل يا فندم. السلام عليكم لكل طلاب الجمهورية، موفقين بإذن الله الفترة الجاية، اعملوا اللي عليكم وكل حاجة على ربنا. السؤال معنا الأولاني هنا بيقول: تشابه كل من القانون الأساسي لدفر ومحمد علي في أن كل منهما يهتم بالمجال الإيه؟ هل المجال السياسي عندك ولا الاقتصادي ولا الإداري ولا الاجتماعي؟ طبعا هنا بيقارني ما بين اثنين قانون أساسي. حضرتك في اثنين قانون أساسي في المنهج، القانون الأساسي الأولاني بتاع محمد علي 1837، والقانون الأساسي الثاني بتاع دفرن اللي جه حط خطوط الإدارة الإنجليزية بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر سنة 83. الشبه ما بين القانونين في إيه؟ هل في الجانب السياسي ولا الاقتصادي ولا الإداري ولا الاجتماعي؟ مبدئياً أنا عارف أن محمد علي عمل القانون الأساسي عشان ينظم العلاقة ما بين دواوين الحكومة وكمان اختصاصات الحكومة نفسها والإدارة، ينظم العلاقة بين الإدارة ودواوين الحكومة نفسها، فده جانب إداري طبعا بالنسبة لمحمد علي هنا. أما بالنسبة طبعا لدفرن اللي حط القانون الأساسي، هو وضعه في البداية وقال لي لوضع خطوط الإدارة اللي هتمشي عليها السياسة البريطانية أو الإنجليزية لمصر، فالتشابه الأكبر هيكون إداري وليس سياسي طبعا، أو اقتصادي أو اجتماعي، فالإجابة هتكون إداري. نيجي للسؤال رقم 32 اللي بيقول: تشابهت كل من الثورة الفرنسية طبعا 1789 وثورة 23 يوليو 52 في ايه؟ طبعا اسئلة الربط والتشابه دي هتلاقيها موجودة عندك بجزء كبير في الامتحان، فتركز عليها جدا. تشابه الثورة الفرنسية وثورة 52، هل في القضاء على الاستعمار ولا في اعدام الملك ولا في اصلاح احوال الصناع ولا في انهم ثورات اجتماعية؟ هنيجي نبص على الاختيارات ونبتدي من هنا نستبعد الحاجة البعيدة في الشبه ما بين الاتنين. أول حاجة القضاء على الاستعمار، الثورة الفرنسية ما كانش فيها استعمار، ده كان حكم فرنسي تابع للمملكة الفرنسية طبعا لويس الستاشر، وانت عارف الكلام ده. إعدام الملك مش مشترك في الاتنين، الثورة الفرنسية أعدمت لويس الستاشر، ولكن ثورة 52 ما أعدمتش الملك فاروق، وخرج طبعا منها يوم 26 يوليو 52. إصلاح أحوال الصناع أنا هقف هنا، بس لو بصيت على اللي بعدها انهم ثورات اجتماعيه، مبدئيا الثوره الفرنسيه اجتماعيه وثوره 52 مش اجتماعيه وطلعت من قلب الضباط الاحرار. هنا اصلاح احوال الصناع هي الاجابه الصحيحه، عشان الثوره الفرنسيه اشتركت مع ثوره 52 في اصلاح الاحوال الاجتماعيه وخاصه في الصناع. بالنسبه لي طبعا الصناع في الثوره الفرنسيه عانت طبعا الطبقه الوسطى اللي بتضم العمال والفلاحين والصناع من الظلم الاجتماعي اللي كان واقع ايام حكم لويس الستاشر، زائد طبعا ثوره 52 عدلت من الجزئيه ديت وبدات تعمل تامينات ومعاشات اجتماعيه وعملت قوانين للعمال تحميهم، زائد ان هي طبعا اشركتهم كمان في ارباح الشركات، فالثورتين هنا اهتموا بالعمال واصلحوا الاحوال الاقتصاديه التابعه للعمال. شكرا. احسنت مستر عبد الرحمن. ننتقل للصفحه رقم 17 مع مستر وائل توفيق. اتفضل يا مستر. اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه. معنا النهارده بعض اسئله الفصل الخامس اللي هو كان بعنوان التوسع الاستعماري في البلاد العربيه قبل الحرب العالميه الاولى وحتى الاستقلال. السؤال بيقول ان كان من اسباب استمرار وقوه مقاومه الامير عبد القادر الجزائري، هل اتباعه حرب المناوشات ام تفوقه العسكري أو قلة عدد الجنود الفرنسيين أو الدعم الخارجي؟ طبعا بالنسبة للأمير عبد القادر الجزائري، كان نظم إدارة للمقاومة عاصمتها بسكرة
حتى ان القوات الفرنسيه اقامت عده معاهدات مع الامير عبد القادر، مثل معاهده مثلا دي ميشيل سنة 1834، ومثلا اتفاقية التفنة سنة 1835، وبرضو عدة معاهدات ونقضوها. بس الأمير عبد القادر الجزائري كان السبب الأساسي في صمود عملية المقاومة هو اعتماده على سلطان مراكش. سلطان مراكش كان بيقدم المساعدات الكبيرة للأمير عبد القادر الجزائر، ولذلك النهاردة أدركت القوات الفرنسية أهمية مراكش بالنسبة للأمير عبد القادر، وعمدت فرنسا على قصف مدينة طنجة، وده هو أدى إلى يعني توقف مراكش عن دعم المقاومة الجزائرية. كذلك أيضا حرمان الأمير عبد القادر الجزائري من استخدام الأراضي المراكشية في عمليات المقاومة، وبالتالي ضعفت المقاومة الجزائرية بالإضافة إلى تفوق السلاح الفرنسي، الأمر اللي أدى إلى هزيمة الأمير عبد القادر واستسلامه حتى أن هو نفي للشام سنة 1847. إذن هنختار الإجابة الأخيرة، الاختيار الرابع، وهو الدعم الخارجي. تعالوا بينا للسؤال التالي، وهو السؤال رقم 34. غيرت المقاومة الجزائرية طريقتها بعد الحرب العالمية الأولى، ولجأت إلى 1. الدبلوماسية، 2. الاغتيال، 3. الامتناع عن العمل، 4. المقاطعة. طبعا كلنا عارفين ان بعد الحرب العالميه الاولى، ولما انعقد مؤتمر الصلح في باريس في عام 1919، سعى الكثير من الزعماء العرب الى الاستفاده من المبادئ ال14 التي اعلنها الرئيس الامريكي ويلسون، واللي كان الغرض منها جذب وعمليه اتراكتيف للشعوب للوقوف بجانب دول الحلفاء بالحرب العالميه الاولى. ولذلك سعى الأمير خالد ابن الأمير عبد القادر الجزائري إلى الاستفادة من هذه المبادئ ال14، وخاصة مبدأ حق تقرير المصير. لكن محاولة الأمير خالد ابن الأمير عبد القادر باءت بالفشل، مثلما فشلت مثيلتها في كل من مصر وأيضا تونس. إذن كل هذه الأفكار تدور حول فكرة الدبلوماسية. شكرا مصر. احسنت مستر وائل. ننتقل للصفحه رقم 18 مع مستر يوسف المصري. اتفضل يا مستر. اهلا بابنائي طلاب الثانويه العامه، معنا بعض الاسئله في مراجعه للفصل الخامس. سؤال 35 بيقول: هدفت الدول الكبرى من مؤتمر برلين، مدينة 4 اختيارات. اول اختيار: تعويض خسائر الدوله العثمانيه. 2. تشجيع ظهور بلغاريا. 3. تأكيد معاهدة سان سيفانو. 4. إعادة صياغة معاهدة سان سيفانو. عشان نحل السؤال ده أبنائي الطلاب، لازم نرجع لظروف وانعقاد أسباب هذا المؤتمر. مؤتمر برلين عارفين أنه تم عقده 1878، ودوت كان بسبب أن حصل خلل في التوازن الدولي. رأت إنجلترا وفرنسا من الدول الكبرى أن انتصار روسيا على الدولة العثمانية في ذلك الوقت كان 1878، فرضت روسيا معاهدة كبيرة جدا على الدولة العثمانية، ألا وهي معاهدة سان سيفانو 1878. طب ترتب على هذه المعاهدة إيه؟ ترتب عليها أن حصل أن ظهرت دولة كبيرة جدا، هي دولة بلغارية، استخدمتها روسيا أنها ذراع ليها عشان تضرب الدولة العثمانية وتستحوذ على كل الأراضي والدول التي كانت في حوزة الدولة العثمانية، مما أثار طبعا الدول الكبرى وحصل خلل في التوازن والمصالح بالنسبة في القوة. نمرة 2: أصبحت أوروبا على دخول حرب كبرى ما بين الدول الأوروبية، فدعا بسمارك المستشار الرايخ الألماني في ذلك الوقت لكل الدول الكبرى ليعملوا مؤتمر ليحلوا المشاكل بتاعة الدول المتنافسة على حساب الدولة العثمانية، وسميت في ذلك الوقت بالرجل المريض. وبالتالي دي ظروف هذه العقاد المؤتمر، وبالتالي نقدر كده نستبعد تعويض خسائر الدولة العثمانية، لأن احنا عايزين نحل المشاكل بتاعتنا على حساب الدولة العثمانية. طبعا مش تشجيع ظهور بلغاريا، ما طبعا خافوا من ظهور دولة كبرى زي بلغاريا، وبالتالي دي برضه هنبعدها. تأكيد المعاهدة طبعا مش هم تأكيد، ولكن هم عملوا على إعادة صياغة معاهدة سان سيفانو لأنها أثارت نتائج أدت إلى خوف الدول الكبرى. بالنسبة لسؤال 36:
تشابه محمد الصادق مع سعيد باشا فيه. 1 تحالفه مع الاحتلال. 2 اهتمامه بالنواحي التشريعية. 3 قصرة الاستدانة. 4 تحقيق العدالة الاجتماعية. من هو محمد الصادق؟ الباي محمد الصادق أحد حكام دولة تونس، وكان يريد مثل الحكام اللي هو على تحديث البلاد من ناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولكن كان في ذلك الوقت الظروف المادية لا تسمح بذلك، وبالتالي نفذ العديد من المشروعات زي إنشاء السكك الحديدية والتلغراف وإنشاء العديد من المواني في دولة تونس، وكان ذلك بمساعدة شركات فرنسية إنجليزية، مما أدى إلى دخول دولة تونس في العديد من القروض الأجنبية. وده نفس الفكرة اللي تشابه مع سعيد باشا في الوقت دوت حاكم مصر، إن كان أول قرض بريطاني كان 1862، وده كان سبب الأزمة المالية بتاعت مصر في الوقت دوت. وبالتالي هنختار الاختيار الثالث، قصرة الاستدانة. شكرا مصر. أحسنت مستر يوسف. ننتقل للصفحة رقم 19 مع مستر أحمد السيد، تفضل يا مستر. أهلا طلبات الثانوية العامة، بالتوفيق والتفوق إن شاء الله. السؤال رقم 37 بيقول: كانت معاهدة سان ستيفانو سبب غير مباشر لي، هل احتلال فرنسا لمراكش، أم احتلال فرنسا للجزائر، أم احتلال فرنسا لتونس، أم بداية للحرب العالمية الثانية؟ طبعا لازم أرجع لمؤتمر أو معاهدة سان ستيفانو وأعرف ظروف انعقادها. احنا فاكرين طبعا كده مع بعض إن ظروف انعقادها اختلال التوازن الدولي لصالح روسيا. ليه؟ لأن روسيا قدرت لا تهزم الدولة العثمانية، وظهرت دولة بلغاريا كمخلب قتل روسيا، فهنا أثارت مسألة التوازن الدولي في أوروبا. طبعا هنا لازم أربط الأحداث وأشوف التشابه عشان الانتحارات بتيجي دلوقتي بالشكل دوت. هو كلمة توازن دولي شفناها قبل كده فين؟ شفناها أيام محمد علي لما اتكلموا كده إن اختلال التوازن الدولي لصالح محمد علي، عشان كده الدول الأوروبية خاصة إنجلترا عملت مؤتمر دولي أو عملت تسوية دولية اسمها تسوية لندن ضد محمد علي. نفس الكلام هيتكرر تاني هنا لما روسيا تهزم الدولة العثمانية. هنا الدول الأوروبية هتبقى على شفا حرب، عاوزة تحارب روسيا لأن هنا اختل التوازن الدولي صالحها. فهنا الدول الأوروبية ابتدت تدعو المؤتمر الدولي. طب مين اللي دعا؟ مستشار الألماني بيسمارك دعا المؤتمر برلين. طيب هو دلوقتي مؤتمر برلين اللي حصل فيه إنجلترا خدت قبرص، ابتدت فرنسا تزعل طبعا ازاي ما خدتش حاجه، فعندنا انجلترا سمحت لها باحتلال تونس، وكان في تنافس دولي على تونس ما بين انجلترا ما بين فرنسا ما بين ايطاليا. فهنا نختار طبعا ان معاهده سان ستيفانو كان سبب غير مباشر للجواب رقم 3 اللي هو احتلال فرنسا لتونس. طبعا هنا ممكن برضه نفتكر حاجه كده على السريع، ان هو فرنسا وانجلترا لما يعملوا وفاق او يتحدوا مع بعض دي سياسه مصالح، دي ظهرت عندنا في فاشوده، ظهرت عندنا بعد سان ستيفانو، ظهرت في كذا موضع في المنهج كتير جدا. بعد كده السؤال رقم 38 بيقول: يعتبر مؤتمر الجزيره سببا في احتلال فرنسا لمراكش، وذلك بسبب هل تحالف الدولي ضد انجلترا، ام خيانه بعض العناصر المراكشيه، ام الموقف الدولي من فرنسا، ام تحالف فرنسا مع ايطاليا؟ طبعا هنا نعرف سريعا كده او نراجع سريعا ان مؤتمر الجزيره احنا عارفين اللي دعا ليه المانيا. طب ليه؟ لأن ألمانيا غضبت من تجاهل الدول الكبرى في الصفقات الاستعمارية اللي عملتها ضدها. طيب هنا دلوقتي مؤتمر الجزيرة هنلاقي إن هنا دولة إنجلترا خدت موقف صلب جدا مع فرنسا. الاثنين كانوا أشبه بدولة واحدة. ده دعم موقف فرنسا وقدرت من خلال مؤتمر الجزيرة إنها تحتل بعد كده مراكش أو المغرب. لأن ألمانيا لقيت نفسها وحيدة في المؤتمر ده وتخلت عنها النمسا تقريبا. فهنا طبعا هنختار الجواب رقم 3 الموقف الدولي في أو موقف دولي من فرنسا. أحسنت يا مستر أحمد. ننتقل للصفحة رقم 20 مع الأستاذة بشرى عبد الغني، اتفضل يا فندم. أهلا بكم طلاب الأعزاء. النهارده بنستعرض الفصل الخامس، والسؤال 39 بيقول: الزعيم أو الأمير محمد عبد الكريم الخطابي والأمير عبد القادر الجزائري بيتشابهوا فيه، 1 الاستسلام للاستعمار، ولا لجوءهم للفوضات، ولا استخدامهم المقاومة السلبية، ولا استخدام المقاومة المسلحة؟ استكمالا للزملاء الأعزاء اللي استكملوا أو استعرضوا معنا في الحلقة الأمير عبد القادر الجزائري، وهو من الشخصيات الكبيرة أو 2 من أكبر المقاومة في شمال إفريقيا، الأمير عبد القادر ومحمد عبد الكريم الخطابي. الأمير عبد القادر زي ما الزميل الفاضل قال استخدم الأراضي المراكشية
لدعم المقاومة له واللي تعتبر المجال الحيوي للجزائر من جهة الغرب. أيضا الأمير عبد القادر الجزائري شن عدة هجمات على الفرنسيين وعقدوا معاه اتفاقية دي ميشيل 1834، وطبعا الاتفاقية دي كانت مجرد التقاط أنفاس لفرنسا بدليل أن فرنسا بعدها هتستعيد تقويتها مرة أخرى. طيب عندنا الأمير محمد عبد الكريم الخطابي هو اللي قاد المقاومة في الريف المغربي للشمالي. طبعا الأمير محمد عبد الكريم الخطابي هيستسلم بسبب سياسة التحالف ما بين إسبانيا وفرنسا ضد الأمير محمد عبد الكريم. طيب هنا عندنا الاختيارات، ايه الاختيار الاصح؟ الاثنين ما استسلموش ولا لجأوا للمفاوضات ولا استخدموا المقاومة السلبية، الاختيار الصح هتكون المقاومة المسلحة. عندنا السؤال رقم 40 بيقول عقد مؤتمر 1887 الدولي بهدف، الاختيارات عندنا التحالف ضد فرنسا، تقويض يعني هدم الاستعمار الفرنسي في شمال افريقيا، والقضاء على الدولة العثمانية الاختيار الثالث، ولا تحجيم روسيا. المؤتمر 1887 جاء بعد أو عقب مؤتمر برلين اللي اجتمعت فيه الدول الأوروبية واقتنصت فرنسا تونس. عند اقتناص فرنسا تونس أثار غضب إيطاليا خاصة بعد قيام إيطاليا باستكمال الوحدة الداخلية لها، وكانت تريد أن تقيم إمبراطورية، وبالتالي بناء على غضب إيطاليا هتنضم للتحالف الألماني النمساوي وهتعقد معاهدة 1887 تضم دول غرب أوروبا اللي هم إيطاليا والنمسا وبريطانيا وإسبانيا، وهيتحالفوا ضد فرنسا للحد من التوسع الفرنسي في شمال إفريقيا. الاختيار الصحيح هيكون التحالف ضد فرنسا. أحسنت يا أستاذة بشرى. ننتقل للصفحة رقم 21 مع مستر عبد الرحمن الشريف، تفضل. السؤال معانا رقم 41 بيقول كانت مصلحة روسيا في موافقتها على احتلال إيطاليا لليبيا، مصلحة روسيا في إيه؟ هل في إرضاء لإيطاليا؟ ولا التحكم في البحر المتوسط؟ ولا التحكم في البحر الأحمر؟ ولا حماية وصولها للبحر المتوسط؟ أنا عارف هنا الاتفاقية اللي حصلت ما بين 1900 هنا واتنين ما بين روسيا وإيطاليا، إيطاليا قالت روسيا هنسمح لك بالتحكم في المضايق التركية اللي هي البوسفور والدر دانيل، يبقى أنا لازم أعرف المضايق دي موقعها فين عشان أعرف أحدد الإجابة، هسمح لك بالتحكم فيهم. المضايق دول هم الطريق الوحيد المطل على البحر المتوسط، لأن المضيقين دول على الحدود بتاع تركيا هي المضيقين الوحيدين اللي هيوصلوا للبحر الميت، بحر إيجا، بعد كده البحر المتوسط، فده السبيل الوحيد بالنسبة لروسيا للوصول للبحر المتوسط، وليس التحكم الكامل أكيد في البحر المتوسط، وليس إرضاء لإيطاليا. وطبعا البحر الأحمر دي مستبعدة جدا إن هي مش معانا، فهتبقى الإجابة الصحيحة هنا حماية وصولها للبحر المتوسط وهو المدخل الوحيد لروسيا على البحر المتوسط. هنيجي للسؤال اللي بعده اللي بيقول ظهر دور الضباط العراقيين بوضوح في الكفاح الوطني ضد الإنجليز، من خلال إيه ظهر دور الضباط العراقيين؟ هل من خلال الانقلاب العسكري بقيادة بكر صدقي؟ ولا هل من معارك الحرب العالمية الأولى؟ ولا التنسيق مع دول المحور؟ ولا إنهاء الصراعات الطائفية في العراق؟ أنا هنا ذكرت عندي الضباط العراقيين في أنهي وجهة في الدرس بتاع العراق مرتين. أول مرة بيقول لي كان في ضابط اسمه بكر صدقي عمل انقلاب عسكري واتقتل بعديها، والانقلاب ده كان سببه مش ضد الإنجليز، الانقلاب ده عشان يمسك هو الحكم. بكر صدقي بسبب الصراعات الطائفية والتدهور السياسي بتاع الدولة العراقية في الوقت ده قام بالانقلاب ومات، يبقى الإجابة ليست بكر صدقي نهائيا. معارك الحرب العالمية الأولى بستبعدها جدا لأن العراق وقعت تحت الانتداب البريطاني إمتى؟ 1920 بعد الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى 1914، مش معانا برضو. التنسيق مع دول المحور طبعا هي دي اللي أنا هختارها. ليه؟ لأن أنت عارف دايما الدول المحتلة من جانب دول الحلفاء زي إنجلترا وفرنسا هيدوروا على أي مخرج ليهم مع دول اللي هي بتحارب إنجلترا وفرنسا في الحرب العالمية الثانية بالتحديد. فهنا الضباط العراقيين والعراق كاملة حكومة بقيادة كمان رشيد علي الكيلاني، وانت خدت ثورة رشيد علي الكيلاني اللي اتحالف مع هتلر للمجيء لألمانيا طبعا لإخراج الإنجليز منها، وهكذا برضو الضباط العراقيين أو إلى حد ما العراق كلها كانت بتنسق
مع دول المحور. انهاء الصراعات الطائفية دي غلط، فهنبقى الإجابة الصحيحة هتكون التنسيق مع دول المحور اللي هم طبعا ألمانيا وإيطاليا. شكرا. احسنت مستر عبد الرحمن. ننتقل للصفحه رقم 22 مع مستر وائل توفيق. اتفضل يا مستر. اهلا بكم مره ثانيه. معنا السؤال رقم 43 بيقول: اثار اعلان السلطان العثماني 1914 حماسا في البلاد العربيه في اول الامر بدافع، هل كراهيه الانجليز ام القوميه العربيه ام القوميه المصريه ام الانتماء الديني؟ طبعا احنا عارفين ان لما قامت الحرب العالميه الاولى سنه 1914 ودخلت الدوله العثمانيه الحرب بالاشتراك مع قطعتين حربيتين المانيتين، وقاموا بقصف مينائي اوديسا وسباستوبول الروسيين، السلطان العثماني في هذا الوقت بدا يدعو الى فكره الجهاد المقدس. هذه الفكره اللي تعتبر فكره قديمه، حتى ان هي كانت بتستخدم في العصور الوسطى، والدليل على كده كانت موجوده منذ ايام الحروب الصليبيه. الاختيار الاخير هو الادق، هنختار الانتماء الديني، لان الدوله العثمانيه كانت ممثله في دوله الخلافه. تعالوا للسؤال رقم 44 بيقول: ترتب على السياسة الاستعمارية الفرنسية في سوريا قبيل الحرب العالمية الثانية. والله احنا دايما عندنا كده علماء اللغة بيستخدموا حاجة اسمها التصغير، يعني هنا قبيل تصغير قبل، ويمكن هدف التصغير هنا تقريب الفترة الزمنية. واحنا عارفين ان الحرب العالمية الثانية اندلعت عام 1939. تعال نشوف كده الاختيارات: هل تمزيق الدولة السورية إلى عدة دويلات صغيرة؟ طبعا بالنسبة للاختيار الأول ده غير صحيح، لأن تم تمزيق سوريا إلى عدة دويلات صغيرة مع بداية الانتداب الفرنسي على سوريا، وده اللي أدى إلى قيام الثورة السورية الكبرى سنة 1925 اللي انطلقت من جبل الدروز بزعامة سلطان باشا الأطرش. اثنين، ظهور دولة لبنان، برضو ديت كانت من ضمن سياسة الانتداب الفرنسي، ان هي اقتطعت عدة اراضي من لبنان وضموها الى جبل لبنان ليظهر لبنان الكبير، برضو رقم اثنين هتكون خارج حساباتنا على الاطلاق. رقم ثلاثة، اشتراك الجيش السوري في الحرب العالمية الثانية. احنا ما عندناش ما يثبت ان الجيش السوري اشترك في الحرب العالمية الثانية، اللي اشترك هي القوات الفرنسية في سوريا، برضو رقم ثلاثة مستبعدة. نشوف كده الاختيار الأخير وهو ضياع أجزاء من الأراضي العربية شمال الشام، وفعلا هو ده الاختيار الأدق، لأن بعد فشل معاهدة 1936 اللي هي كانت مع كل من سوريا ولبنان، بدأت فرنسا تستمر في بيسموها مقتضى صك الانتداب الفرنسي على سوريا، وفضلت فرنسا تحكم سوريا بمقتضى صك الانتداب، وأيضا عطل الدستور واستبدل الفرنسيون بحكم البلاد، وعمد الفرنسيون إلى اقتطاع أو فصل ما يعرف باسم لواء الإسكندرونة سنة 1939. منطقة الإسكندرونة تقع شمال سوريا، وسوريا هي الشام، إذن استولت عليه تركيا سنة 1939. إذن الاختيار الأخير هو الأدق، وهو ضياع أجزاء من الأراضي العربية شمال الشام. شكرا مصرح. أحسنت مستر وائل. ننتقل للصفحة رقم 23 مع مستر يوسف المصري. تفضل يا مستر. أهلا بكم مرة تانية. معنا بعض الأسئلة في الفصل السادس كمراجعة. سؤال رقم 45: اتفقت حكومة حكمة سليمان في العراق أثناء الحرب العالمية الثانية مع موقف مصر أثناء حكومة نقط. واحد، مصطفى النحاس. اثنين، زيور باشا. ثلاثة، نجيب الهلالي. أربعة، علي ماهر. عشان نجاوب على السؤال دوت لابد إن احنا نعرف حكومة حكمة سليمان إيه كان رد فعلها من الحرب العالمية الثانية. أثناء الحرب العالمية الثانية حاولت بريطانيا إنها تطلب من حكومة العراق اللي هي حكومة الوقت دوت حكمة سليمان رئيس الوزراء العراقي إنها تعمل على تقوية القوات العسكرية داخل العراق، ولكن كان رد فعل حكمة سليمان إنه رفض
ذلك الطلب واعترض بشدة في ذلك الوقت على دخول العراق أراضي العراق، مما أدى الكلام دوت إلى نضال الجيوش العراقية وعمل على قتال الإنجليز، وكان يدركوا أن كان ممكن ألمانيا لا تنجدهم وتنقذهم من دخول الإنجليز في العراق. ده كان موقف حكومة حكمة سليمان. طب أقرب موقف من رئاسة الوزراء هنا المصريين مين؟ هو علي ماهر. طب ليه علي ماهر؟ احنا عارفين ان معاهدة التحالف اللي تم عقدها في اغسطس 1936 بين بريطانيا وبين حكومة مصطفى النحاس صارت العلاقة ما بين احتلال الى تحالف وصداقة، ولكن تغيرت الوزارات وتولى الوزارة ساعتها كان علي ماهر. وكان في سبتمبر 1939 طلبت بريطانيا من حكومة علي ماهر ان تعلن مصر الحرب على دول المحور والوقوف بجانب دول الحلفاء، ولكن علي ماهر رفض في ذلك الوقت دخول مصر في ويلات الحرب لان كانت ميوله محوريه. يبقى هنا هنختار الرابع علي ماهر. سؤال 46 بيقول لي تشابه دخول الانجليز الى العراق مع دخول الفرنسيين مصر 1798 ميلاديا ب 1 مجامله الدوله العثمانيه، 2 ضرب الجبهه الداخليه، 3 جذب الحراك الشعبي، 4 تماسك الحركة الوطنية. هنشوف العراق حاولت تخش بالنسبة لإنجلترا تخشها ازاي. أثناء الحرب العالمية الأولى طلبت العراق انها ادعت انها تخش العراق بحجة انها تخلصها من الدولة العثمانية، وبالتالي العراق هنا رفضوا لان كان فعلا الإنجليز كان سبب دخولهم العراق اللي هو الاحتلال. بعد ما انتهت الحرب العالمية الأولى كان بانت نية الاحتلال في ان انجلترا كانت تريد الاستيلاء على العراق. نفس فكرة نابليون بونابرت عندما جاء الى الحملة الفرنسية الى مصر ارسل منشور قبل مجيء الحملة عمل على توطيد وتقوية سلطاته في مصر قبل مجيء الحملة. كان الهدف من المنشور نمرة 1 مجاملة الدولة العثمانية، وهذا المجاملة لم تكن موجودة بالنسبة لدخول الانجليز في العراق. وكان النقطة الثانية الى جذب المصريين في صفه ووعدهم بمحاربة المماليك الذين يستنزفون موارد البلاد ويأخذون ثروات ومشاركة الأهالي في الحكومة الأهلية. وبالتالي كده هنختار الاختيار رقم 3 جذب الحراك الشعب. أحسنت أستاذ يوسف. ننتقل للصفحة رقم 24 مع مستر أحمد السيد. تفضل مرة ثانية. سؤال رقم 47 بيقول تشابه رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس مع صالح جبر رئيس وزراء العراق في 1 توحيد الجبهة العربية، 2 اتباعهم أسلوب التفاوض، 3 إلغاء المعاهدات السياسية، 4 تحقيق المطالب الوطنية. لو رجعنا كده لأحداث المنهج هنلاقي حزب الوفد طبعا سعد زغلول وبعد رحيله مسك حزب الوفد مصطفى النحاس. إنجلترا حاولت تستخدم أسلوب التفاوض مع مصر. في البداية ابتدت تعترف بمصر دولة مستقلة في تصريح 28 فبراير، ده كان أول مرة تعترف إنجلترا إن مصر دولة مستقلة ذات السيادة. بعد كده لما جه مصطفى النحاس مسك رئاسة حزب الوفد ابتدى يدخل في مفاوضات مع إنجلترا، وبرضه في معاهدة 1936 اعترفت إنجلترا بمصر دولة مستقلة ذات السيادة لتاني مرة. طيب في العراق إيه اللي حصل؟ عندنا حكومة صالح جبر دخلت في مفاوضات مع إنجلترا وعملوا معاهدة اسمها معاهدة بورتسموث. دي نصت على إيه؟ على بقاء بعض القواعد البريطانية في العراق مع استقلال العراق. طبعا هنا معاهدة بورتسموث في العراق احنا كده لو راجعنا الاحداث هنعرف ان الشعب العراقي رفضها وعمل ثوره ضدها، ده ادى لسكوت حكومه صالح جبر. انما مصطفى النحاس كان ليه هدف تاني خالص من معاهدة 36، هو استقلال مصر استقلال تام. فهنا لو لقينا دور مصطفى النحاس في مصر او دور صالح جبر في العراق ان الاثنين اتبعوا اسلوب المفاوضات مع انجلترا، فطبعا هنا نختار الاجابه رقم 2 اتباعهم اسلوب التفاوض. السؤال رقم 48 بعد كده خرجت المقاومه الوطنيه في الشام في النصف الاول من القرن العشرين من 1 سهل البقاع، 2 جبل الدروز، 3 دمشق، 4 بيروت. طبعا هنا بلاد الشام على طول هنفتكر الثوره السوريه 1925 اللي قادها واحد اسمه سلطان باشا الاطرش من جبل الدروز، وفرنسا استخدمت ضدها قمة الوحشية في إخضاع الثورة وفعلا قدرت اللي هي تخضع الثورة. بس احنا اتعلمنا سواء انجلترا او فرنسا مع ثورات الشعوب مع مقاومة الشعوب للاحتلال دايما بيجيبوا خطوة لورا، بيبدأوا بمبدأ التفاوض.
فهنا فرنسا من نتائج الثورة ديت، الثورة السورية، ابتدت تسمح بإنشاء جمعية أساسية، وظهرت بعد كده الجمهورية السورية. فهنا طبعا سوريا استفادت من ثورتها ضد فرنسا. طبعا هنا هنختار الإجابة رقم 2، هي جبل الدروس. شكرا. أحسنت يا أستاذ أحمد. ننتقل للصفحة رقم 25 مع الأستاذة بشرى عبد الغني. اتفضلي. السؤال رقم 49 بيقول لي: كانت حكومة الإدارة البريطانية الشرقية تفضل منح زعامة العرب، الاختيار الأول شريف مكة، الاختيار الثاني حاكم عسير، الاختيار رقم 3 حاكم الرياض، الاختيار الرابع حاكم جدة. السؤال ده جزئية من الفصل السادس، جزئية مهمة جدا وبتتناول شخصيتين مهمين جدا، شخصية الشريف حسين وعبد العزيز آل سعود. بريطانيا في ذلك الوقت كانت منقسمة لحكومتين، حكومة الهند الشرقية الموجودة في الهند وحكومة لندن. كحكومتين اختلفوا في اختيار الشخصية، كل من حكومة لندن وقع اختيارها على الشريف حسين حاكم أو اللي كان اسند له شرفة مكة، وحكومة الهند الشرقية وقع اختيارها على عبد العزيز آل سعود. حكومة لندن كان لديها سبب في اختيار الشريف حسين، اللي هو الأسباب اللي الطلبة كلها عارفاها، اللي هو حسبه ونسبه ومكانته الدينية، لأن الشريف حسين ينتمي إلى العائلة الهاشمية. ولكن الدولة إنجلترا كدولة اتفقت على وجهة نظر كل من الشريف حسين وعبد العزيز آل سعود، وهي رفض إقامة الدولة العثمانية أو تكون دولة للخلافة. طيب إحنا عاوزين نعرف الاختيار الصح فين. إحنا عندنا في المنهج إن الشريف حسين أسند إليه شرفة مكة، يبقى هنا مش هينفع الشريف حسين شريف مكة، ولكن عبد العزيز آل سعود كان حاكما للرياض. وزي ما وضحت للطلبة إن حكومة الهند الشرقية وقع اختيار عبد العزيز آل سعود، وبالتالي الاختيار الصحيح هيكون حاكم الرياض. السؤال عندنا رقم 50 بيتناول جزئية مهمة جدا في الفصل السابع، وهي الكتب، الكتاب الأبيض الأول والثاني والثالث. السؤال عندنا بيقول: رفض اليهود الكتاب الأبيض 1930، التاريخ هنا بيقول لنا ان ده الكتاب الأبيض الثاني. الاختيارات عندنا بيقول لي: اول اختيار موقف الكتاب الحاسم من قضية الهجرة، موقف الكتاب من تصريح بلفور، الاختيار الثالث رفض الكتاب إقامة حكومة دستورية، الاختيار الرابع تهديد طموحات اليهود في المنطقة. طالما السؤال بيتناول رفض الطرف، اكيد الطرف اللي هيرفض الكتاب، الكتاب اضر بمصلحته، بس احنا لازما نتفق مع بعضنا ان الكتاب الاول والثاني والثالث اشتركوا او كان بينهم قاسم مشترك، وهو التاكيد على وعد بلفور. وعاوزه انبه الطلبه ان الكتاب الابيض الثاني بدات بريطانيا تحسن علاقتها، او عاوزه تحسن علاقتها بالعرب، او تظهر فيه بالمظهر المحايد للقضيه العربيه. ففي بعض النصوص من الكتاب الابيض الثاني هيرفضها اليهود، يعني الكتاب الابيض الثالث من احدى نصوصه التاكيد على وعد بلفور، ايضا من نصوص الكتاب ان بريطانيا رفضت اقامه حكومه دستوريه ديمقراطيه، ايضا الكتاب من ضمن نصوصه اقامه مجلس تشريعي من الطرفين، ولكن النصين اللي في الاخر اليهود هيرفضوهم، لان النص اللي هو وضع قيود على الهجره اليهوديه وخاصه الهجره الغير شرعيه، لان في الكتاب الابيض الثاني بريطانيا انزعجت عندما تسللت اعداد ليست بالقليله من اليهود الى فلسطين، وبالتالي هذه الجزئيه تثبت الاختيار رقم 4 تهديد طموحات اليهود في المنطقه. شكرا استاذ احمد. جميل استاذه بشرى. ننتقل للصفحه رقم 26 مع مستر عبد الرحمن الشريف. اتفضل حبيبي. اهلا بكم مره ثانيه. السؤال رقم 51 بيقول: انتهت الخلافات بين شمال شرق شبه الجزيره العربيه والسعوديه بناء على معاهده ايه؟ معلش قبل ما نكمل السؤال، بس انت عارف ان الفصل السابع عليه اكتر درجات في الامتحان، يعني حوالي 13 درجه ونص، فدي حاجه مهمه جدا ليك تركز عليه جدا. انا عارف ان هو في الاخر، فانت هتذاكره في الاخر عشان يبقى قريب جدا من الامتحان عندك، ولازم تكون حافظ طبعا ان بدايه اشكال التقارب بين العرب بعضهم البعض ظهر في العقد الرابع من القرن العشرين. ولازم تفرق، العقد الرابع يعني مش حاجه و40، العقد الرابع يعني بتنزل واحد، يعني حاجه و30، شبه القرن بالظبط بتنزل واحد. العقد الرابع من القرن العشرين يبقى 1900، بدايه الثلاثينيات اللي هم 34، معاهده الطائف طبعا، الخلاف اللي بين السعوديه واليمن. نرجع للسؤال بتاعنا تاني سريعا، بيقول: انتهت الخلافات بين شمال شبه الجزيرة العربية، وطبعا انت عارف جغرافيا زي ما بتاخد شمال شبه الجزيرة العربية هي دولة العراق،
والسعودية بناء على معاهدة إيه؟ السعودية عملت معاهدات 34-36-36 تمام؟ 34 دي كانت الطائف، أنا عايز هنا العراق والسعودية تمام؟ فالطائف أنا بستبعدها. رقم 2 في الاختيارات مكتوب الدفاع المشترك، لا طبعا دي مصر وسوريا سنة 58 ملناش دعوة بيها. عندنا رقم 3 الصداقة والتحالف، دي كانت بين مصر والسعودية وإنهاء برضو خلافات بين الأسر الحاكمة 36 في مايو مش تبعنا لأن أنا عايز اللي خاصة بالعراق. يبقى الإخاء والتحالف هي دي الإجابة الصحيحة، ودي المعاهدة اللي كانت بين السعودية والعراق لحل الخلافات بين الأسر الحاكمة. مين ومين؟ الأسرة الهاشمية والأسرة السعودية. الهاشمية اللي تنسب إلى الشريف حسين وابنه طبعا فيصل، وبعد كده تبادل البعثات ما بينهم العسكرية والثقافية، وانت عارف ان انضمت اليمن سنة 37 للمعاهدة ديت. السؤال رقم 52 بيقول من عوامل فشل التحالف الأنجلو فرنسي داخليا في عدوانهم في 56 ايه؟ أسباب أو عوامل فشل العدوان الإنجليزي الفرنسي داخليا ها؟ هو هل إنذار الاتحاد السوفيتي، ولا تنديد الأمم المتحدة، ولا إخفاق التنمية الاجتماعية الأوروبية، ولا تنديد الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا هو جايب لك الأربع اختيارات دول من أسباب فشل العدوان الثلاثي، بس أنا لو قريت السؤال كويس بيقول لي فشل التحالف الإنجليزي الفرنسي داخليا. داخليا هنا يبقى قصده على حاجة حصلت داخليا في دولة فرنسا وإنجلترا، وهي طبعا قيام ثورة العمال المتعطلين في فرنسا وإنجلترا، إذا بيواجهوا مشاكل اجتماعية داخلية. يبقى عيني على طول هتقع على الإجابة الصحيحة وهي إخفاق التنمية الاجتماعية الأوروبية. شكرا. احسنت مستر عبد الرحمن. ننتقل للصفحه رقم 27 مع مستر وائل توفيق. اتفضل يا فندم. اهلا بيكم. معانا السؤال 53 بيقول على الرغم من البدايه العسكريه لحرب اكتوبر عام 1973 الا انها لها دور في تحريك قضايا المنطقه العربيه نحو الاختيار الاول تقسيم الاراضي، الاختيار الثاني حفظ الامن، ثلاثة التنازل السياسي، أربعة الحل السلمي. طبعا من الوهلة الأولى احنا نعلم جيدا ان مصر بعد عدوان 1967 تحركت في اتجاهين متكاملين. الاتجاه الأولاني اللي هو الاتجاه الدبلوماسي، اللي هو تكثيف الجهود الدبلوماسية لإقناع دول العالم بحق مصر وسوريا في تحرير أراضيهم المغتصبة، وأيضا حق الشعب الفلسطيني في حل مشكلته وتقرير مصيره. الاتجاه الدبلوماسي يساويها كلمة الحل السلمي، إذن هنختار الحل السلمي. السؤال 54 لم يشارك في حرب أكتوبر، جايب لنا شخصيات عسكرية، واحد المشير أحمد إسماعيل، الفريق سعد الدين الشاذلي، الفريق عبد المنعم رياض، أم المشير محمد عبد الغني الجمسي. طبعا احنا عندنا كل الشخصيات دول قادة عسكريين، بس في واحد منهم بس ما اشتركش في حرب أكتوبر عام 1973، وهو الفريق أول عبد المنعم رياض اللي استشهد في 9 مارس سنة 1969، واللي الدولة بتكون بتكريمه وبتعتبر أن هذا اليوم يوم الشهيد. إنما باقي الشخصيات، المشير أحمد إسماعيل كان وزير الحربية واللي قاد القيادة الموحدة المصرية والسورية. الفريق سعد الدين الشاذلي هو مهندس حرب أكتوبر والمدبر الرئيسي، والمشير محمد عبد الغني الجامسي كان رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. طبعا الاختيار هيكون الفريق عبد المنعم رياض. احسنت مستر وائل. ننتقل للصفحه رقم 28 مع مستر يوسف المصري. اتفضل يا مستر يوسف. اهلا بكم مره ثانيه. معنا السؤال رقم 54. الرئيس السوري الذي استجاب لدعوه النحاس باجراء مباحثات حول تحقيق الوحده العربيه 1943 الى 1945 هو واحد بشار الخوري، اثنين رياض الصلح، ثلاثه شكري الكواتلي، اربعه حافظ الاسد. الحقيقه هنختار الاختيار رقم 3 شكري الكوتلي. ليه؟ لان في الوقت دوت كانت سوريا كانت محتله من الاستعمار الفرنسي، لما زادت حركه الحركه الوطنيه في سوريا طلب الشعب السوري من التراجع بالنسبه لفرنسا، وفعلا تراجعت مما ادى الى عقد مجلس النواب في
سوريا، وتم اختيار الرئيس شكري الكتلي رئيس الجمهورية السورية عام 1943، وبالتالي هو الرئيس كان موجود في ذلك الوقت. سؤال رقم 55، ساعدت مصر الشعوب العربية على التخلص من الاستعمار في دول عبارة سابقة أجب. من الدول العربية التي ساعدت مصر وحصلت على استقلالها قبل مصر. طب لابد نعرف الأول مصر استقلت إمتى عشان نقدر نختار دولة من الأربعة دول. مصر استقلت إمتى؟ فعقدت اتفاقية الجلاء في أكتوبر 1954، وهذه الاتفاقية كانت تنص على جلاء القوات البريطانية من مصر خلال 20 شهر من عقد الاتفاقية، وفعلا تم الجلاء كان في يونيو 1956، وبالتالي مصر هنا 1956. فلازم نشوف دولة قبل التاريخ ده. لو بصينا لدولة الجزائر هنقول تم حصولها كان 1962 على الاستقلال بحكم عقد اتفاقيات إفيان. عندي السودان تم استقلالها 56 نفس السنة بتاعت مصر. عندي المغرب برضو استقلها 56. يبقى دلوقتي الاختيار هو ليبيا سنة 51، لأن كانت إيطاليا في ذلك الوقت في الحرب العالمية الثانية، اتخذت ليبيا قاعدة إنها تهاجم مصر، إنجلترا في مصر في ذلك الوقت، ومع خسارة دول المحور ألمانيا وإيطاليا في ذلك الوقت استقلت ليبيا من الاحتلال الإيطالي. وشكرا. أحسنت يا أستاذ يوسف. ننتقل للصفحة رقم 29 مع مستر أحمد السيد. تفضل يا مستر. أهلا بك. السؤال رقم 56 بيقول: استجاب مصطفى النحاس لتصريح مستر إيدن من أجل 1. إنشاء قوة عسكرية مشتركة، ولا تحقيق مصالح الأسر الحاكمة، ولا توحيد النظم السياسية، أم تحقيق الأهداف العربية؟ طبعا احنا عارفين ان الدول العربية حاولت تستغل الحرب العالمية الثانية في إقامة نوع من الوحدة. طب ايه الهدف من الوحدة او إقامة قومية عربية؟ هنا اللي انا اتخلص من الاحتلال اللي دخل الشعوب العربية في حرب لا نقع لها ولا جمل فيها. ثاني حاجة ان هم يعملوا وحدة واتحاد عربي ما بينهم. فطبعا تصريح مستر إيدن الاولاني الدول العربية قبلته بالتجاهل. ليه؟ لان عرفت الهدف منه اللي هو عاوزين تقتلوا الدول العربيه او مساعده الدول العربيه لانجلترا اثناء الحرب. فبالتصريح الثاني هنا اللي مسك في التصريح الثاني وحاول يستفيد منه هو مصر. طب مين في مصر؟ مصطفى النحاس لما راح مجلس الشيوخ وعرض عليهم اقامه وحده عربيه وابتدى يفكر في انشاء جامعه الدول العربيه. طبعا هنا استجابه مصطفى النحاس لتصريح مستر إيدن كان هدفه تحقيق الاهداف العربيه لو قامت وحدة أو قومية عربية بإنشاء أول جامعة دول عربية على أرض مصر. يبقى الإجابة هنا عندنا رقم 4 اللي هي تحقيق الأهداف العربية. رقم 57، وضعت قوات طوارئ دولية لأول مرة على الحدود بين مصر وإسرائيل بعد 1. حرب فلسطين سنة 48، ولا 2. حرب أكتوبر 73، ولا العدوان الثلاثي سنة 56، ولا عدوان 5 يونيو سنة 67؟ طبعا احنا عارفين ان اول مره تم وضع قوات طوارئ دوليه بين مصر واسرائيل بعد العدوان الثلاثي سنه 56، وهنا اكتر حد استفاد من العدوان الثلاثي بعد حتى فشله هو اسرائيل، لان هتبتدي هيبقى ليها حريه الملاحه في خليج العقبه. يبقى هنا نستفاد او هنا نجاوب السؤال رقم 3 اللي هو العدوان الثلاثي سنه 56. شكرا. احسنت مستر احمد. ننتقل للصفحه رقم 30 والاخيره معانا النهارده مع الاستاذه بشرى عبد الغني. اتفضلي. اهلا بكم مره ثانيه. والسؤال رقم 58 بيقول: تم الغاء الكتاب الابيض الثالث بناء على طلب الاختيار الاولاني للامم المتحده، الانجليز، الامريكان، العرب. الكتاب الابيض الثالث كان تاريخه 1939. في الكتاب الابيض الثالث له عده ظروف، لان كانت الحاله او العلاقه توترت ما بين اليهود وانجلترا، وبدأ يظهر لليهود حليف جديد وهي أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الحليف اللي ظهر لليهود ظهر مش من فراغ، لأن اليهود ساعدوا الأمريكان في تحطيم أو أثناء الحرب العالمية الثانية في تحطيم ألمانيا النازية. أيضا كانوا اليهود بيدعموا المصالح الأمريكية في المنطقة العربية، وإحنا عارفين طبعا المنطقة العربية يعني البترول. وبناء على ذلك هتبدأ الولايات المتحدة الأمريكية تدعم اليهود، وخصوصا أن الكتاب الأبيض الثالث من ضمن نصوصه عدة نصوص أزعجت اليهود، ومنها وضع القيود على الهجرة، منع انتقال الأراضي من فلسطين إلى اليهود. فهتدعم الولايات المتحدة
اليهود في مؤتمر بالتيمور، يبقى عندنا الاختيار الأصح رقم 3 هيكون الأمريكان. عندنا السؤال رقم 59 بيقول: تعد أبرز أو أسباب ثورة يناير 2011 الأسباب سياسية اجتماعية، سياسية اقتصادية، سياسية عسكرية ولا عسكرية اقتصادية؟ احنا عارفين طبعا ثورة يناير 2011 من الأسباب البارزة لها طبعا اللي هو تزوير الانتخابات مجلس الشعب، وكمان عندنا قانون الطوارئ، والاثنين أسباب سياسية، وأيضا التدهور الاقتصادي للبلاد، ولازم نعرف أن التدهور الاقتصادي بينتج عنه تدهور اجتماعي، فالاختيار الصح هيكون السياسية والاقتصادية. شكرا مستر. أحسنت يا بشرى. مستر عبد الرحمن الشريف، في أقل من دقيقة كده طبعا بالورقة والقلم، نحن دلوقتي يعتبر بالنسبة لبداية امتحانات الثانوية العامة معنا أقل من شهر. ايه النصائح والرسائل اللي تبعتها للطلبه وازاي يستثمروا الوقت بشكل جيد في الفتره القادمه؟ مبدئيا عايز اقول سريعا بس للطالب، ما عليك اللي انت تعمله في التاريخ حاليا او الاكثر استفاده ليك اللي انت تعمله، اللي انا اول حاجه بحفظ الاساسيات، الاساسيات اللي انا براجعها كويس جدا، بمعنى ان انا بحفظ التواريخ كويس قوي، القرون كويس قوي، بعرف افرق ما بين الاحداث بعضها البعض وبربطها، لان الاسئله هتلاقي فيه تشابه، هتلاقي فيه تناقض، هتلاقي فيه اختلاف، فانت ده ربط المنهج بعضه لبعضه. بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق التواريخ. ما تفكرش ان انت هتكتب كل التواريخ وهتخش احفظها، لا، هتطلعها ازاي من كتاب المدرسه بعد كده؟ لا، طلعها على جنب دلوقتي، احفظها ورتبها كويس عشان تعرف تربط الاحداث، ولما يجي في الامتحان الموضوع معاك يكون سهل وبسيط. حكام مصر طبعا لازم تركز جدا كل واحد فترته من كام لكام، وتربط ما بين الاحداث متشابهات ومتناقضات المنهج. وطبعا اخر حاجه تحل كتير جدا، فاتك حاجه زي مستر سمير ما قال في الحلقه اللي فاتت، فعليا ارجع للجزئيه نفسها، يعني حل كتير جدا جدا جدا، وربنا معاكم يا رب. وشكرا جدا ليكم، واراكم على خير باذن الله. احسنت يا مستر عبد الرحمن. مستر وائل توفيق، تحب تقول الطلبه بتاعتك؟ والله انا بحب ابعت رساله اطمئنان لكل طلبه الثانويه العامه في مصر وطلابي بصفه خاصه، ويعني بطمنهم ان شاء الله هيحلوا في ماده التاريخ كويس جدا وهيحصلوا على اعلى الدرجات، وبفكرهم ان التاريخ ماده شيقه وجذابه. ويمكن يحضرني في هذا المقام مقوله العالم الكبير عبد الرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع السياسي: من وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره. شكرا. احسنت مستر وائل. مستر يوسف المصري، تحب تقول الطلبه بتاعتك؟ والله مش هضيف كتير على الاساتذه اللي قالوه، كل اللي انا هطلبه بس من طلابي اللي هم يحاولوا الهدوء الفتره اللي جايه ديت، ومع ممارسه حل الامتحانات كتير، اسئله كتير، اي سؤال قدامك حله مع كتر التدريب وكل حل الاسئله المعلومه هتثبت، مفيش داعي ان احنا نجيب المنهج قرايه من الاول، مفيش وقت، ولكن مع حل الامتحانات دوت هيديك خبره اكتر وكيفيه حل الاسئله. شكرا. احسنت يا مستر يوسف. مستر احمد السيد، تحب تقول الطلبه بتاعتك؟ والله هو دلوقتي وقت اللي انا اركز كويس جدا، خلاص فاضل ما فاضلش كتير جدا، هبتدي استفيد من تجربه الامتحان التجريبي اللي نزلته الوزاره قبل كده. بيربط بين الاحداث، بيلعب على فكره التواريخ قبل تاريخ معين او بعد تاريخ معين، فبعرف كويس اي سؤال بيجي في تاريخ لازم ابص على التاريخ كويس وارجع ليه في الكتاب، او ابقى انظم الاحداث دي كويس. لازم ابقى شايف الفراونات كلها مع بعض بتاعت المنهج كله، المعاهدات كلها مع بعض، الحروب كلها مع بعض، الشخصيات، التشابه في الاعمال مع ايه، اللي هيعمل القصه دي هيقفل تاريخ. جميل جدا استاذ احمد. استاذه بشرى، لو عندك اي رسائل طمانه للطلبه بتاعتنا تقول لهم ايه؟ احب اقول للطلبه طلاب الصف الثالث ثانوي، اقول لهم ان التاريخ فهم، انت لو فهمت التاريخ هتعرف تجاوب، افهم التاريخ، التاريخ زي ما زميلي العزيز قال شيق، وزي ما اضيف على المقوله بتاعته زي ما قال الامام ابو حنيفه: من قرأ التاريخ زاد عقله. افهم التاريخ، لو فهمت المعلومه صدقني لو جالك اي سؤال صعب هتعرف تحله. دي نقطه. الفتره دي محتاجه حل اكبر عدد من الامتحانات الشامله، لان حلك للامتحانات الشامله انت بتمشي في افكار ناس كتير، والاسئله اللي حضرتك تغلط فيها تقف عندها وتشوف الفكره بتاعتها ايه وتدونها وتشتغل عليها، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. شكرا استاذه بشرى. وفي نهايه الحلقه بتاعتنا بتوجه لكل طلبه الثانويه العامه، طبعا فريق العمل اللي معانا يعتبر في التاريخ، واحنا بنشرح اثناء الحلقات او بنحل امتحانات، تليفونات الاستاف كله بتبقى موجوده على الشاشه، اي طالب عنده سؤال من اي نوع ممكن يتواصل على الواتساب او تليفونيا مع الاساتذه الافاضل، محدش هيتاخر عنهم، وتمنياتي القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلاب الثانويه العامه. شكرا لكم جميعا.